السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من البرامج كويسة جدا اللي ممكن نستغلها في ان احنا نعمل الاجتماعات بتاعتنا بطريقة اونلاين، او المحاضرات تبقى اونلاين بدل ما يبقى نجتمع في مكان وحد عنده فيروس يأذي الاخرين، او كورس او الاجتماع بين اكتر من شخص في اكتر من مكان. فاحنا ممكن نستعمل الموضوع التيم فيور، زي مثلا موضوع الريموت كنترول. مثلا حد عنده مشكلة في الكمبيوتر، فانا بدخل اشوف المشكله دي واحاول احلها. ممكن اقول له الاو ريموت كنترول وادي له الاي دي بتاعي والباسورد، او هو يديني الاي دي بتاعي وانا اكتبه الاي دي بتاعه هو وانا اكتبه هنا، واختار بقى هل هو ريموت كنترول ولا فايل ترانسفير هنقل ملفات من عنده، واقول له كونكت. فبيسالني على الباسورد فبدي الباسورد دوت. وممكن ريموت مانجمنت، وممكن ميتنج بين اكتر من شخص، نختار مثلا فيديو كول فيبقى شايفين فيديو بعض، او برزنتيشن عندي ملف مثلا باوربوينت عايز اوريه للناس، او استعمل موضوع البرزنتيشن عشان اعمل محاضره. وممكن نعمل زي سكادول، نتفق مثلا ان احنا في يوم كذا او كل اسبوع يوم خميس الساعه 2 هنبدا الميتنج بتاعنا، تمام. وده برضو الكمبيوتر كونتاكتس، تبدا تكتب الايميل والباسورد وتقول له ساين ان، وفي شات لو انت عايزين تكتبه. طبعا اي واحده من دول، فلو احنا اخترنا مثلا مثلا ميتنج وقلت له برزنتيشن، فبيبدا يقول لي الميتنج اي دي والعمر سليم، وبيبدا يفتح لي الشاشه بالشكل دوت. هل انا عايز اغير السكرين شيرنج؟ وبيديني ميتنج اي دي، لا اما انفايت كونتاكت بيجيب لي قائمه بالناس اللي عندي في الاصدقاء، او ابعت لهم ايميل او انسخه للكوبي وكليب بورد. واي حد بيدخل على الاي تي بيبدا يشوف الشاشه بتاعتي ويبدا يتعامل معاها. ممكن تقفل الميتنج دوت بحيث ان هو خاص بناس معينه وكلمه سر معينه وهكذا. ممكن تعمل انفايت وتبعت الانفايت دي للاصدقاء، تمام، يعني تنسخها بشكل دوت وتبعتها للاصدقاء، ممكن تأميل او كليب بورد.